الأصحاح الثالث. واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة. أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته. من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد. أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد. من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله. أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه. من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.